السلام عليكم بناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا في صحة جيدة. انتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، اليوم غنصوبوا مع بعضياتنا واحد الكيكة وغراتان الخضرة. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم وتشاركوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء. تنساوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وتشجعوني باللايكات ديالكم والتعاليق الزوينة اللي كتخليني نجيب ديما الجديد. ندوزو على بركة الله. المقادير: 10 معالق ديال السنيدة، 10 معالق ديال الطحين، 2 معالق ديال الكاكاو، 3 د البيضات، 10 معالق ديال الحليب، 10 معالق ديال الزيت. نخلطوا المقادير كاملة في الخلاط الكهربائي. بسم الله على بركة الله. نبداو: سنيدة، 3 ديال البيضات، 3 الحليب، الزيت. نخلطوا المقادير كامله مع بعضياتها ونرجعوا باش نكملوا الكيكه. من بعد ما خلطنا المقادير كامله في الخلاط الكهربائي، غادي نخويوها في اناء وغادي نضيفوا الطحين والخمارات والكاكاو. سمحوا لي البنات، قبيله ما ذكرتش الخمارات في المقادير، راني نسيتهم. غنكتب لكم مقادير كامله في صندوق الوصف بالتدقيق. وغنضيف الطحين بشويه بشويه مع التحريك حتى نكمل المقدار ديال 10 المعالق. وانا كنضيف وانا كنحرك. المول وكندهنوا بشويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق وتنخويو الخليط كامل، وكنحاولوا نوزعوا الخليط كامل بتساوي في المول. من بعد ما شعلت الفران على درجه حراره 150 في فرن كهربائي، فرن ديال الغاز على عافيه مهيله. Thank you.
نتوما البنات غادي نمروا مع بعضياتنا باش نزينوا الكيك. غادي نصوبوا كريم فخيش، انا خديت الكريمه السائله تقريبا لتر، غادي نطربها في الطراب الكهربائي وغادي نديرها في الثلاجه مده ساعه، عاد بامكاننا نزينوا بها الكيك. من بعد ما طابت الكيك غادي ناخذ واحد الكردون غنثقبو الكيك مزيان، باش غادي ناخذ واحد الكاس ديال الحليب بارد من الثلاجه يكون بارد مزيان، وغادي نخوي على الكيكه باش تشرب مزيان. وتنخليها حتى كتشرب هاد الحليب مزيان وتبرد، عاد كنمروا للتزيين. من بعد ما بردات لنا الكيكه تزينوها بلا كريم فخيش، تنمشيو على هاد الشكل هذا، ندير هاد الخطوط ديت الكريم وضفت ليه شويه ديال الشوكولات، وغادي نحرك مزيان تنحصل على لون اسود باش غادي نزينو به الكيك. تناخذوا داك الكريم وكنديروا في جيب حلواني وتنبقاو نزينو به على هذا الشكل هذا، وغادي نستمر هكا بهذا الشكل تنكمل الكيك. من بعد ما كملت الكيكه ديالي بتزيين غادي ندخلها المجمد مده ساعه. من بعد ما خرجت الكيكه ديالي من المجمد تناخذ ثلاثه الكؤوس ديال الفلان وتنحركهم تحركهم مزيان حتى كنحصلوا على كريم. باش كنضيفو فوق الكيك ما حصلت على كريم غادي نخوي على الكيك كامل وغادي نحاول نوزعه. نوزع على الكيكة كاملة من بعد ما كملتها بالتزيين. انا زينتها على هذا الشكل، درت خطوط بالشوكولات وشوية ديال التوت وشوية ديال اللوز.
كنتمنى تنال إعجابكم. انتما البنات غادي دابا نصوبوا مع بعضياتنا واحد الكراتان بالخضره كتوجد في 10 دقائق، مده 10 دقائق. البنات كنحتاجوا في هذا الكراتان الفرماج، مطيشه، الفلفله، البيض، القرعه، الزيتون، بطاطا، الفرماج. كتجي زوينه الصراحه وكتوجد دغيا. كنحطوا الفرماج هو الاول وكنضيفوا بطاطا اللي درت على هذا الشكل. كناخذوا البيض وكنطربوه كنضيفوا العطريه، مقادير كامله غادي تلقاوها في صندوق الوصف. فلفله، الزيتون، الزيتون الاسود، مطيشه، قرعه، قرعه اللي مقطعه شكل مقليه. نحركوا المقادير كامله وكنخويوها في المول لغايه يدخل الفرن. كنوزعوا الخضره مزيان. وكنزيدو على الخضره، كنوزعو كامل على الخضره كامله، ومن بعد كندخلو الفران. وبالصحه والراحه، نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. ما تنساونيش باللايكات ديالكم والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وتشاركوا الفيديو مع العائله والاصدقاء. انتم البنات الكراتان بعد ما وجدات كنتمنى تنال اعجابكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. الى اللقاء، الى فيديو اخر.